السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة الليمبو. ان شاء الله في هذا الفيديو بنختم لعبة الليمبو كاملة، بما ان اللعبة قصيرة فان شاء الله بنختمها في فيديو واحد بس. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة بسم الله نبدأ اللعبة. اوكي، بدايتها تشبه كثير لعبة انسايد، بما أن ولد يستدعي أو يقعد أو يبدأ من الغابة، بس المختلف عنها أن هذه اللعبة أبيض وأسود وتعطيك فايب غريب. يلا نقول بسم الله ونبدأ. كي ولد جلس في غابة ونشوف وين بيروح وإيش بيصير وياه. بوم، طبعا تحركها ابسط والجرافيكس حقها ابسط بكثير من انسايد، بس اتوقع مره متشابهين في الالغاز وفي الجيم بلاي يعني. وتحسها هو هذا، ما فيها موسيقى ما فيها اي شيء، بس اصوات خفيفه مره. اوكي نتمشى ونشوف وين بنروح. اوكي قارب، اوكي نزلنا وحصلنا قارب. وين بودينا هالقارب؟ صراحة انا افضل لو كان في اللعبة شوية موسيقى، لان اللعبة هادئة بشكل كثير مرة. اوكي ما زلنا في الغابة. اوكي يبغونا نسحب القارب، شو اسمه، اغلب شيء. طبعا انا اعتبر هذه الالغاز الموجودة فيها اصعب من الالغاز الموجودة في انسايد. طبعا المطور هذا عندهم لعبة قاعدين يعني يشتغل عليها، بس من زمان يشتغلوا عليها، للان ما اعلنوا ايش هذه اللعبة. اللعبة الثالثة يعني انسايد اتوقع نزلت 2016، صار لها تقريبا قريب العشر سنوات. اوف، فخ للحيوانات او الدببة على قولتهم. ليش في فخوخ الان؟ هل في حيوانات ووحوش في الغابة؟ وعندنا زي الجثة مربوطة في حبل اتوقع. ايش يبغون نسوي؟ يبغون نسوي شيء. اوكي يبغون نمسك هذا عشان يمسك الفخ اتوقع. اوكي نايس. صوت ايش؟ صوت حيوان او صوت زي كذا. اوبا بابا 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 بابا. ايها الغلام، لماذا انت في الغابة وحيدا؟ ألعابهم غريبة، أتوقع حتى لعبتهم الثالثة بتكون ولد، مغامرة ولد في الغابة أو شي زي كذا. يعني نشوف حبل ونشوف صندوق. طبعا يبغون نستخدم الصندوق علشان تسلق. ممتاز. اوكي وبعدها طيح هذه الشجرة او هذا الغصن. كذا بيمدينا
يمدينا ان نعبر هالمكان. ندف هذا نايس. هدوء. نشوف الفخ الموجود فوق اللي يطيح عليه. ليش موجود في فخ فوق غصن شجرة؟ اوه اوكي. اذكر نحتاج ان يطيح الفخ او نحاول ننزل الفخ. يعني عنكبوت ضخم. نحاول لين ما يطيح الفخ. نايس. لا نستخدم هذا الفخ عشان نحارب هذا العنكبوت او الوحش. نايس. اوكي بقي واحد. نايس. اوبا اوكي غلبنا مخلوق العنكبوت. كمل. ايوه زي ما قلت لو اللعبة فيها موسيقى شوي بدل هالهدوء شو اسمه الزايد. اوه هذا شبكة عنكبوت. علقت في الشبكة. لا اهرب يا غلام اهرب. شو اسمه تسويني شرنقة. نو اوكي. ايوه اهرب. اخ سلامات. اوكي ووب اهم شيء هربنا. اترى الحين احنا في شو اسمه شبكة العنكبوت. كان قصدي اني انط بس اللعبة قالت نو. اوكي اوب نايس. لو والله انا ايش اسوي؟ ممكن ادف في الصخرة. اهرب. عم بيطيح علي الغصن. اوكي فوق صخره كبيره قاعد تتحرك بس يلا نطيح. اوكي العنكبوت جاء العنكبوت. بسرعه. ما اقدر انزل لازم بسرعة يا صخرة. اهرب. نايس تحررنا من شبكة العنكبوت. 10/10. يلا يا ولد قوم بس شيل اللي في راسك.
لو ما يهمك. اوه طفل ثاني. اوكي فكرت طفل حقيقي مشنوق يا طلع الدمية. هاللعبة دي كلها في خاخ واسرار ما يمديك. اوف كان موتي قريبا. اوكي هل هذه نهاية الغابة؟ شكلنا قربنا نطلع من الغابة. اوف شوف في شخص نفس اللي صار للشخص اللي في الباك جراوند صار حقي انا. اوكي شو انا اسوي؟ اوبا مرة قريب اموت. اوب اوكي وات ذا كان الان ايش الحال؟ اني انط الصخرة؟ اوكي اوكي اخيرا في شوية موسيقى. اوكي اللعبة بدون طلعت فيها موسيقى شوي. بس ليش الغابة فيها فخاخ الان؟ صارت فيها فخاخ فخاخ فخاخ. هذا عنكبوت ثاني بس كأنه مو حقيقي. اوه ايش الولد قاعد يحاول يقتلني؟ ولد الصوت هذا. اوه بوي اوه بوي اوه بوي اوه بوي اوه بوي كفر محترق. وش سويت حق انا عشان يبغى يقتلني؟ اوه مو بس واحد اثنين. وهذا الدرج مصنوع احد مسوينه يدويا. احنا ما زلنا في الغابة. وهذا شكله ولد حقيقي مشنوق. هذا فيها فخ. نايس. اوكي ما اوكي ما اقدر اكمل اتوقع من هنا. ايها الغلام اين ذهبت؟ شوف كأننا مسوين لهم مسكن ومخبأ في الغابة. او العنكبوت رجع العنكبوت رجع. ايش تبغى انت؟ او هروب 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 اهرب اهرب. اوه اوكي 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 اتوقع اني اخليه يدوس علي تعالي اهرب. هروب. والان اوكي اوكي اوه نايس اوكي كده تخلصنا من العنكبوت.
ولحد الآن ما خلصنا من هالغابة. الحليقة اوكي ما اتوقع اني اقدر اعبر. كيف انت ما مات؟ اوكي اذكر انا كيف اقتله بس خسني الحين هو. كيف انت الحين حي؟ اوكي الحل اني اسحب رجله الوحيدة خليه يقرب جيبها. ايوه كده صار كره عاديه. استخدم جسم العنكبوت عشان نكمل ونعبر. بس ايش سالفة هالاولاد؟ هذا ولد الحين قاعد انا اشوف الشبه بينها وبين الالعاب كوابي صغيرة خصوصا اللعبة الثانية. سلم اوكي مستخدم صندوق الطفل او هذا يبين الحبل اللي فيه. اوكي الحبل فيه ضعيف نستخدمه عشان نتعدى هالعقبة هذه اللي جاية. في بيوت كثيرة مو بيت واحد في الغابة يعني في أطفال يمكن هذول أطفال الغابة. نايس نستخدمه عشان نتسلق هنا. بوم ممتاز. والآن يا ولد وين منروح؟ دود اوكي اولا غرقت، ثانيا ايش هذا؟ جثة طفل. جثة الطفل تتحكم فيها لا نوت ليش طحت؟ اوكي استخدمها ونوت. بس ليش قاعدة الدودة قاعدة تتحكم في الجثة؟ شي غريب جدا. ما يحتاج هذا فخ. اوكي فهمت الحين وش يبغون نسوي. يبغون نرمي حاجة هناك ناخذ جثة. والله شكلنا بناخذ جثة الطفل. ما اقدر اوكي تعال نرميها عشان يمدينا نعبر. الحين احنا اصلا طلعنا من الغابة، احنا الان احنا في كهف. ايش هذا اللي فوق؟ هاجي في ثانية فيها دودة. اوكي هذا فخ مرة اوكي نط على اللي في النص. انا فكرت اللي في النص بيفعل الفخ. هذه افخاخ قوية. اوكي هذا شكل النص بيقتلني. شفت قايل لك
حقيرين. النص ها فعل هذا، اوكي هذا نط في النص وهذا ثلاث نط في النص. اوف لا ما ضغطنا، لكن اوكي يعني مو هم اللي سووا هالافخاخ هذه. ليش صايرين الاطفال الموجودين هنا عدائيين مره؟ عدائيين بقوه. شيء غريب غريب مره مره. اوكي بدت الالغاز عربية. اوكي العربية ما تتكمل من هنا. اوكي استفدت انا ايش بالضبط من هالحركة؟ اوكي انا ما يمديني اني اعبر من هنا. اوكي بس الثاني بطيء. بس ليش العربية؟ ايش استفيد من العربية انا؟ ما انا فاهم ليش العربية موجودة. ولا يمدينا نطيحها توقف هنا. اوه فهمت الفكرة. ارجع يبغوني انزل هذا الحبال ثانيا اجي وانط عليه. عشان لا ينزل. دقيقة اللي بسوي الان نزل هذا. نط بسرعة بسرعة. ليش اوكي هذه هي الفكرة اني انط وامسكه. بس ليش ما مسكته؟ اوكي بسرعة 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 بسرعة. نايس نايس هذا هو اللغز صعب خلصناه. وللحين احنا في الغابة جثة فيها فطر. اوف دودة سيطرت علينا. ليش قاعد؟ ارجع تعال. لا 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 في حركة. انا فاهم الحركة حقتها كيف. اوكي خلينا نجرب مرة ثانية. اوكي نستخدم هذا عشان المخلوقات دي تاكل الدودة اللي فوق. نايس اوكي. بس يعني هذا الدود يعني يسيطر على حتى الاطفال الحيين مو بس الجثث. احنا فكرنا انه بس يسيطروا على الجثث. اوه هذا لغز ثاني. اوكي مخلوق غريب. عندنا هذا اوه
خليه يروح من اليسار كان زي الهامستر. صار بالضبط. اوكي ما طلعت مره واحده. هذا زي القطار. اوه هذا حق المياه. اوه شغلنا يمكن شيء حق النهر. الماء الماء هو المياه. دقيقه كيف اطلع انا الان؟ كيف اطلع؟ اوكي 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 فهمت الحركه. اوكي كان يبغون نقرب قطعه الخشب في النص او الشجر بس تاني نمن المكان ما عشان نقدر نروح. اوكي صدقوني نطيت بس تعرف بعض الالعاب التحكم فيها شوي غبي والماء ينزل بعد فترة لازم تروح سريع سريع سريع. اوه لا دقيقة قبل لا نسويها قرب الخشبة او شو اسمه هذا هنا قريب شوي بعد شوي زيادة قرب شوي. عبي هذا ماي ونط نطن تي طن 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 طن. اوكي نايس. صار المطر اللعبة جوها مطر. احب جو المطر في اللعبة. اتوقع اللعبة مرسومة باليد. هذي كانها مخلفات مو صحية. ما تبين لي انها ماي. اوكي دخلنا مكان. هذا المكان فيه لغز. عندنا صندوق وعندنا اللافر على قولتهم. هذا اتوقع لو فتحنا يسكر هذا. اوه يرتفع بشكل على طول ها. اوكي قرب هذا ونشيك فوق اول شيء قبل لا نسكر شو اسمه نمني المكان ماي. ايش بالضبط؟ لحظة ابقى هنا. فهمت وش بغينا نسوي. نسحب هذا ننزل نسوي هذا نرفع الماي وهذا الصندوق بيرتفع فوق. يا حبيبي اوكي مفروض ان نطيف فوقه. بوم ركبنا فوقه وهرب. اوكي بسرعة 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 بس هذا مكسور. ما يتحمل وزن. ما يتحمل وزن وبيغرق في النهاية. اوب نايس اوكي. رجعت عبر من هنا. تحت في شيء.
هل هذه عوامة عشان المايه؟ اوكي هذه شكلها عوامة عشان المايه لا يرتفع فوق. لا والله اوكي اتوقع ان نحتاج نجيب هذه الى هذه الجهة. هي انا ميت ما اقدر اسوي شيء. اوكي نايس بسرعة حركها روح بسرعة 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 بسرعة. بس الان انا ما فهمت ايش اسوي بالضبط. هل بيرتفع هذا الشيء؟ اها اصبر اصبر ايوه اهرب نايس. اوكي لغز ولا لغز؟ هذا يرفع الماي فوق. وهذا بعد اتوقع يرفع الماي زيادة او ينزل هذا. اوكي الاغلب غونا نفتحه ونروح بسرعة. ما فهمت انا الحركة. اوكي ارتفع مستوى الماي بس في شيء. اوكي كذا اتوقع ممتاز سويناها. اوكي كذا سويتها بدون ما ادري. ضوء لمع وسط المدينة رسم داء لمنادينا. اوكي اوه لو نطيت هنا صحيح. اوه كان نايس. اوكي اوكي الان اشعة الشمس خلتها يعكس الاتجاهها. نطينا هنا. اوكي مفروض اني ما نطيت بس احنا عرفنا كيف الحل هذه المرحلة. اوكي رجعونا من هنا زين. النور راح نخليه يرجع قبل ورا. انا ايش استفدت الان؟ اوكي رجعنا من البداية. اوه مستوى الماي ارتفع. طابتنا الضوء مرة ثانية. اوكي ليتس جو نايس خلصنا من الدودة. اوكي تعتبر اول لغز شوي في يحتاج تفكير. ايش في هنا؟ في سر. هلو اوكي شكله في شيء من ورا بس ما ممكن في ممكن ما في شيء. اوب نايس انا قلت ما بيوصل بس وصل نط النطه الممتازه. الان برا هذه مدخنه. اسرع يا ولد اسرع. نايس ممتاز. اوه
اشتغل فيه الكهرب، كان انتظرنا الكهرب ينطفي. اوه نحتاج ان ننط من وقت او لحظة. اها نبيع ننزل. طيب بس ما عندنا نوصل. نايس ممتاز. اوكي نايس. اها اوكي طفينا الكهرباء ممتاز. الان نبدأ نكمل بدون ما نموت ونتكهرب كهربة قوية. اللي عرف ان اللعبة قصيرة فقررت اني انزل مقطع واحد عن اللعبة ما دام ان اللعبة قصيرة مرة. اوبا اوكي اوف هذا زجاج اهربوا قبل ان ينكسر. نايس اتوقع اخر شيء كان بينكسر. اي درج دار او سلم يتحرك متحرك. اوه جت في بالي فكرة. احتاج اني انط من مسافة بعيدة. والان النط هذا بينكسر. نايس. اوكي انا ما تركته. ليش يا لعبة خليتيني اتركه؟ اوكي بوم نزلنا تحت بهالمكان الغريب. نايس اوكي الجهة اليسار فيها مكان نروحها. اوكي في دودة هنا. نوب الدودة بتكون مزعجة. اوكي هذا يطيح دزه وهرب. نايس بعد ما طاح هنا في نور. اوكي هذا النور بخلي الدودة اوكي تجي لليسار. فانا احتجت اني اجي اطيح الاشياء دي. طالع اروح يمين بوم الدودة بتمسكني واروح يسار. بس في ضوء جهة اليسار وبنرجع الى اليمين كذا تمام. نايس الحين نرجع الى الطريق الصحيح. اوكي وايش بيكون في هذه الجهة يا ترى؟ اوكي كيف نتخلص من هالدودة الان؟ انا ما ادري ايش كان قبل بس نحتاج نتخلص من الدودة عشان نسوي كل هالاشياء. نايس
اهرب كلو. اوكي الان ايش اسوي؟ هذا موت، يبغون نرجع كل هالطريق هالمشوار. اوكي بعد ما خلصنا من الدود او الدودة نرجع ونشوف ايش نسوي هنا بالضبط. لا اوكي نحتاج نرفعها. ايوه انزل بعد بعد بعد. يا حبيبي ابا نايس. اوكي جت في بالي فكرة ثانية. نايس اوكي راجعنا لمكان اللغز. هنا في كأن شفت لغز. ايوه هذا هو. فوق تحت تحت فوق. ايه انا ما فهمت ايش السالفة. عندنا هذا الصندوق بعد. ايش في هنا فوق؟ شكلهم يبغون اجيب الصندوق هنا فوق. ان هذا نحتاج صندوق زي ما قلت نحتاج صندوق. وانا اسحب هذا وقت اللي هذا ينزل بوم والان نروح. نايس. والآن قبل لا نصعد لازم نسوي هذا ونصعد بسرعة. نايس. والآن نركب فوق. نوت. نايس. Alright, من شعر ثاني. اوكي فهمت انا ايش اسوي. بسرعة 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 قبل يطيح هذا. نايس. اوكي. والآن ها ايش هذا الصوت؟ مخلوق غريب. كل شيء في هالألعاب غريب بغريب وانا غريب بغريب. شكرا. حشرة. اوكي الان انا عالق هنا. اوكي فهمت 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 فهمت.
ايوه اتركها يا ولد، انا كنت بس مباركه هنا، اتركها خلاص. اه مسكين قبعنا اخذنا منه رجل. يلا معوض، اهم شيء ان تقدمنا في اللعبه. اوه اوكي زي ما قلت لكم الغاز ليمبو اكثر تعقيدا من انسايد كثير. نركب هنا، ايش في هنا؟ هل هكذا؟ نط بسرعة 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 بسرعة. نايس يلا. ايوه لا ايوه لا ايوه نايس. الان ايش استفدنا احنا؟ اوكي هذا صندوق بعد؟ لا هذا مو صندوق، هذا ثابت محله. اصلا هل نقدر نرجع الان احنا؟ اوكي ايوه اوكي اوكي فهمت انا ايش اسوي. اوكي الان اقدر نقدر نلفه الى جهه اليسار. نايس اوكي اخذنا هالصندوق هذا ونشوف ايش نحتاجه. اه نحتاجه عشان نتسلق هنا. اوكي نشغل هالعجله. بوم اوكي شغلنا هالعجله. اتوقع نركب هنا. ننزل وننزل وننزل وننزل. اوكي مدان اني اروح من هنا. اوكي وش بصير لو ضغط هذا؟ اوكي يبغون نجيب الصندوق اصلا. هذا الصندوق او الثاني؟ خلينا نجرب. طاح على رأس الغلام. لحظة لو سوينا شدي أخذنا هذا. ليش ما يركض؟ ايوه ركبنا الصندوق. بما انه يطيح. اوكي عندنا هذا. بوم اها نحتاج الثاني عشان نحطه فوق هناك ونقدر نتسلل. اوكي اوكي
بس هالمرة اسحبها من جهة اليمين او دفة، ولا تسحبها عشان الله يطيح على راسك وتموت يا ولد يا ولد. بوم بوم عشان الله يطيح علي ويموت. نايس اللي بصير له نسحب هذا يبقى هنا، نسحب هذا نايس كده بوم. مدانا نركب فوق 10 على 10. اوكي نحتاج ان نقربها. اوكي اوكي ايوه نايس. والان في شيء اوف المكان كامل بينقلب. دقيقة اتوقع ان نحتاج ان نفتح هذا المكان او ندز هذا. اوكي هو كان بيطيح بنفسه نايس. بيطيح كامل. اتوقع يبغون ننط هنا. اوكي هذا ما اقدر اسحبه ثقيل. مغناطيس اوكي يبغوني اروح وخليه ينزل، فلي اضغط المغناطيس عشان يوقف هنا. لو وقفته هنا اتوقع اوصل جهتين بوم، ممكن اوصل للدرج. يا ليش النطة كانت صغيرة؟ اوكي غلطان، نطة صغيرة. هذا شكله صندوق حديدي. نايس 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 اوكي ممتاز. انا خايف اذا عصيت هذا هذا بيلحقني. سرع 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 صندوق. لا راحت علي. اوكي ما طلعت للصندوق، هون اسحب الصندوق مباشرة عشان امسك السلسلة. وبعد تحت السلسلة في الارض بتكون كهرباء. اوكي نايس 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 نايس. اوبا اوكي نايس. واتوقع لو شغلنا هذا بعد بدور، بس المشكلة عندنا هذه الصخرة بتلحقنا. نحتاج نحرك هذا اتوقع. ونحتاج هذا. نوصل والله نوصل. نايس. اوكي ممتاز. كأننا عايشين داخل آلة ضخمة. بنت. افتحت علي دودة. اوف كورس.
الدود هذا. اوكي رجعونا من بدأ الى المكان اللي كنا فيه من قبل. اوكي هذا الكهرباء اتوقع يوقف بيعكس مكان الدود. اوكي باتجاه الدودة ممتاز. بربم بربم والبنت ما بتكون موجودة. ايش هذا صار؟ في عندنا يمين ويسار. ما نقدر ما نقدر لا نسيت اني ما اقدر اتحكم باتجاهه لازم اروح يسار. نتعلق هنا. اوكي قوم 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 ونهرب الان. الان بيمدينا. نايس. وبوم نركب هنا. ممتاز. اتوقع يبغوني نركب على الدرج. بس لا تطيح كذا لا تطيح. شكرا. لا تطيح. اوب نايس اوكي. والان هذا ايش يسوي؟ ايش سوى؟ وقف. هو عكس اتجاههم. الان نايس نايس. اركب اركب بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي كذا ممتاز. الحين بدينا نسوي بوم ونركب من هذه الجهه. اي والله احنا كاننا داخل اله عملاقه. لا 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 اوكي او مصنع ممكن عملاق والالات الموجوده فيه عملاقه. اوكي لحظة 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 منين نروح يمين؟ اتوقع هذا بنحتاجه بخليه من الجهة. واللي بنسويه هو انزل خذ هذا وديه لاخر لليمين جهة اليمين واركب فوق بسرعة. اركب اوكي اوكي. لا تضغط لا لا تتحمس وتضغط تشغل الكهرباء على طول. نايس نايس نايس. ممتاز ممتاز مره. الان بوم بوم. ايش نحتاج نسوي؟ ايش المكان مظلم مره. فنحتاج ان نلحقها عشان الظلمه. واو واو ما توقعته. بوم. اوكي بيضغط على كهرب يعني يبغى لنا نسحبه. بس كيف اركب انا؟ اركض 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 اركض. نايس. اوه اوه ما اشوف اي شيء انا.
أنا ميت. هذا اللي تحت مكهرب. لا في يسار 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 في شيء يسار في بلاتفورم اقدر اركب فوقه. اوكي اخيرا. الان اي مصيبه قاعده تنتظرنا؟ انا مسدس. لحظة بس الثاني هذا استفدت منه، أنا فكرته بدمرة صار يتحرك. كسره كسره دمره دمره. أوكي 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 نايس نايس نايس. شكله هذا اللغز الأصعب. أوكي عندنا هذا. يرجع ينطفي. نايس اوكي نستخدم هذا عشان نتسلق. نتسلق نتسلق. اوكي والان اوكي ايش استفدت انا من هذا؟ لو بسرعة رحنا عشان نمسك الصندوق الثاني. نستخدم الصندوق الثاني عشان نطير. يمدينا 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 بسرعة. نايس. وجبناه هنا وسوينا الحركة مرة ثانية بس ننط عليه عشان نركب. هذا هو الحل. بوم. تلق بسرعة 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 بسرعة. بوم. نايس. اوكي نايس. ليفت هذا. بوم ركبنا هنا. في مسدس نحتاج ان نخلي المسدس يطلق عشان اتوقع لو نزلنا افضل. نايس. اوكي والان نزلنا الصندوق. ليش؟ ايه عشان نركب هنا. بس المشكله المسدس. هون انتبه المسدس هذا.
ما فينا من بعيد. واو اوكي بس ما في فايدة. احنا محتاجنا ننزل هنا وقع. نحتاج نجيب الصندوق عشان نركب هناك. بس لحظة ايش في ذي الجهة لو رجعنا؟ هي فيها شيء. اوكي نحتاج نجيب الصندوق ونشوف ايش في هذه الجهة. معنا حس ان خلاص معنا مركبنا صندوق نقدر نضغط نجيبه من ذي الجهة. هي خلنا نجرب. ما نوصل، نحتاج صندوق فوق. بس صندوق يمديني اركب بدون الصندوق؟ اوكي يبغى نحتاج صندوق ثاني. نايس قتلت نفسي في في الطريقة الى الحل. اها فهمت. الحين نستخدم المسدس عشان او هذا صندوق عشان المسدس لا يصيبنا. نايس ايه ونقدر نجي نوصل هنا. اوكي بس الان وش بيسوي هذا؟ نايس ممتاز. اوكي الان عندنا صندوقين. ركب بسرعة 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 بسرعة. نايس نايس خطينا هالمرحلة المزعجة للغاية وكأننا رجعنا الى الغابة مرة ثانية. اوكي شكل اللغز القوي هذا. اها كده ينمسك باللهو المغناطيس. بس الان عبدينا نروح هنا اصلا. نايس كده هذا ارتفع وهذا نزل. كده يمدينا نمر. ومرة ثانية يبغون نروح فوق. ويي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 ي
نرتفع وننتظر في شيء بيجي لهنا هنا. اوكي لحظة الله يرجع مرة ثانية يروح مرة ثانية. سرعة واب نايس. ها وات نوت 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 كهرباء وكهرباء. اوكي صراحة اللعبة ممتعة تخليك تشغل مخك.
اوكي سويها مرة ثالثة وخلاص بوم بسرعة 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 نايس بوم اوكي انا في مؤقت اوكي هل اوه مت هرب اوكي اوكي فهمت هذا السالفة فهمت السالفة انا قبلها نط عشان تمشي من هنا نايس اوكي اوه اوكي اوكي الحين شغال النط ونكمل اوكي اوكي اها نايس اوكي هذا هو الطريقة اركب ولا نزلت اضغطه يكون اتوقع هذه نهاية اللعبة وصلنا لنهاية اللعبة كمان كالعادة نفس اختها انسايد ما بنفهم اي شيء من النهاية او من قصة اللعبة تقريبا اوه وي هذه مو النهاية؟ لحظة 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 ايش السالفة؟ ليش احس هذا نفس بداية اللعبة؟ يجي خليني امشي شوي يمين مستحيل يقصدوا ليمبو يقصدوا سايكل حلقة ما تنتهي انا نسيت بداية اللعبة ما توني لاعب اللعبة هذه مو النهاية هذه النهاية اوكي هذه بنت اللي شفناها قابلناها قبل بس الدودة تحكمت فينا كده بس انتهت اللعبة وصلنا لنهاية اللعبة طبعا ختمت اللعبة بفيديو واحد لان اللعبة قصيرة مرة فأتمنى ان الفيديو عجبكم اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات واذا عندكم لعبة تبغوني العبها واختمها في القناة لا تنسوا تكتبوها في الكومنت تحت وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية مع السلامة